بكل الخير والرضا دوما يا رب يتجدد اللقاء مع حضراتكم. المرحلة ليها عنوان كبير، والعنوان بدأ من مشهد القمة العربية الإسلامية الأمريكية، والعنوان بيقول إن اللي جاي أصعب بكتير بكتير من اللي راح. طيب يا ترى إيه هو العنوان؟ وسريعا العنوان بيقول إن في مرحلة خدت ملامح بيتم تبديلها الآن، يعني العناوين القديمة بتاعت الفوضى الخلاقة أو بتاعت الربيع العربي أو العبري ما بقاش هو ده المطلوب دلوقتي. طب هل ده معناه إن إحنا بنقفل المشهد لأن نجحنا في إلغاء المشروع، ولا بنقفل المشهد لأنه هياخد ملامح أكثر شراسة؟ خلونا نفتكر الصورتين دول على وجه التحديد. لما نبص على ملامح كولين باول أو ملامح كونداليزا رايس، لازم المسألة قدام حضراتكم تبقى بتقول بشكل واضح وصريح إن المرحلة بتاعت الرموز دي اللي اشتغلت بدراع اسمه الديمقراطية أو بدراع تاني اسمه حقوق الإنسان، دي مرحلة وخلصت بعناوينها، لأن القادم بعناوين أخرى أكثر شراسة أكثر حدة. طيب إيه خطورة اللي احنا بنقوله ده؟ إن عنوان الربيع العبري أو العربي أو الثورات الملونة انتهى بتثبيت أوضاع الأرض بما هي عليه. اللي بنقوله ده تقيل قوي وخطير، عايزاكوا ترجعولي عشان تحاولوا تستنبطوا كل كلمة بنقولها. يعني ما عادش فيه أداءات الربيع العربي، يعني سبوبة النشطاء هتتغير، يعني اللعب جوه الأرض هياخد ملامح وعناوين أخرى. أيوة المرحلة دي كده خلصت، خلصت بشكل إن احنا حققنا عليها انتصار وإيجابي؟ لا، خلصت بمعنى تثبيت مشهد الأرض، اللي وصل وثبت وباع نفسه باع، واللي خسر للآخر وبقى دولة رخوة خسر، واللي عطل المشروع زيكو كسبها وعدى. المرحلة دي خلصت ملامحها. الكلام اللي بنقوله ده تقيل جدا ويستحق التأمل، لكن كمان من جوه عنوان المشهد اللي بيقفل في عنوان تاني مهم. العنوان ده بيقول إن ضرورة وجود القائم على عملية التغيير في مشهد القمة الإسلامية الأمريكية كان ضرورة، لأن من دونه كان المشهد مش هينفع بالأساس إنه يتقال فيه اللي قاله هو فقط مش أي شخص آخر. طيب إيه خطورة اللي اتقال ده؟ إن ربما المليارات والاقتصاد سرق العين، وربما البعض مال كثيرا إن المليارات دي معناها إن في كاسب وفي خسران. لا، الاتنين كسبانين، بس مفهوم المكسب عند كل طرف منهم مختلف، لأن سنة 45 تم ربط اقتصاديات النفط الغني باقتصاديات الدولة الفائزة بعد الحرب العالمية الثانية مع روزفلت والملك المؤسس عبد العزيز آل سعود. والحكاية دي الربط ده كانت الصفعة فيها لدولة ذكرت كثيرا في هذه القمة دون أن يذكر اسمها بشكل مباشر، وهي بريطانيا بشكل قوي. بريطانيا كان لازم بقى في سنة 45 أمريكا دخلت تقش المكسب وخدت كل المكاسب وقتها. طيب على الطرف الآخر في اقتصاديات هذه الدول، سواء كانت المملكة أو الكويت أو قطر، بكل الأموال اللي قدمت، الأموال دي ممكن تكون مكسب في حال عودتها لدولها، لكن لو فضلت تدور في الاقتصاد الأمريكي على نمط الودائع العربية في البنوك الأمريكية يبقى ده ملمح آخر. ولأن المسألة مربوطة من زمان،
فالعنوان الأهم إن الربط الجديد ده بيجي بعد مرحلة إيه؟ مرحلة انتهاء أداء التغيير بطريقة الربيع العبري. تعالوا شوفوا بس الملمح ده من 45 ل 2017. ووصل الملك بن سعود ملك السعودية البلد ذات 5 ملايين نسمة لمقابلة الرئيس روزفلت أثناء زيارته الأخيرة للمنطقة بعد مؤتمر شبه جزيرة القرم، وتم بسط المراسم الملكية على سطح الطرادة. رحلة 800 ميل مثلت أول زيارة خارجية للملك بن سعود. العقيد ويليام آدي الممثل الأمريكي في السعودية رافق ملك السعودية، بالإضافة إلى الوفود الرسمية للدول الأعضاء. بن سعود البالغ من العمر 70 عام صعد على متن الطرادة، وناقش ملك السعودية والرئيس الأمريكي خلال حوار ودي والذي ترجمه العقيد ويليام آدي المشكلات المشتركة الخاصة بالتجارة والعلاقات المتبادلة مع السعودية. إذن المسألة والمشهد هو مشهد قديم يتجدد في كل مرحلة مفصلية من عمر التاريخ، وده كلام مهم جدا جدا جدا، لأن بعد الحرب العالمية الثانية دي كانت حرب وانتهت، لكن بعد اللحظة اللي احنا فيها ده بيقول إيه؟ بيقول هل سوريا هتروح لعدد من الدويلات لأن في إقرار بتقسيم الأرض ويبقى الوضع على ما هو عليه؟ طيب ماذا عن اليمن؟ ولماذا لم تذكر ليبيا في البيان ولا حتى في الأحلام بتاعة تكوين أحلاف استراتيجية وقوة أمنية، وكأن القوة المتطرفة موجودة فقط في سوريا والعراق ومش موجودة لا في اليمن ولا في ليبيا؟ المشهد فيه حاجات كتير بين سطوره، ولأن المشهد بين سطوره حاجات كتير فأعتقد أن الجميع يعني استشعر بجدية احترام المبادرة المصرية وكلمة الرئيس بالأمس. بس كمان كان في ملمح ربما في الزحمة ما كانش واضح. الملمح ده كان بيقول أن القاهرة ودولة الإمارات، جمهورية مصر ودولة الإمارات، كان في بينهم نوع من إنجاز التعبير يعني توزيع المهام، لأن الدول اللي بتستشعر المسؤولية عادة بيكون طريقة تعبيرها عن الأمور بهذا الشكل. الرئيس يتحدث عن الإرهاب كل الإرهاب ويرفض قصره على تنظيم أو تنظيمين أو ثلاثة، بينما على الطرف الآخر وعلى هامش هذه القمة كان في كمان يعني أكتر من جلسة مهمة، ربما واحدة من أهم هذه الجلسات الجلسة اللي كان ضيفها وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد. الوزير عبد الله بن زايد وزير الخارجية قال كلام مهم جدا، وأكدوا بيان دولة الإمارات، وكان لافت أنه يطلع بيان من دولة الإمارات غير بيان القمة. في البيان بتاع دولة الإمارات تعليقا على هذه القمة في فقرة مهمة قوي بتقول: ترى دولة الإمارات أن العلاقة العضوية بين التطرف والإرهاب تمثل جوهر المشكلة التي تواجه المنطقة والعالم، فالتصدي للإرهاب أساسه مواجهة الفكر المتطرف والجماعات التي تصدر عنه، وعلى رأسها جماعة الإخوان التي تلعب دورا مشبوها ذا هدف سياسي باعتبارهم الأرضية الرئيسية التي ساهمت في صعود خطاب التطرف وبررت استخدام العنف ضد الأبرياء. وإحنا هنا بقى في حضور دولة قطر، ودولة قطر اللي اتكلمت على إن الإخوان حركة سياسية، فوزير الخارجية الإماراتي يقول ما ستسمعوه الآن ويعلن بيان دولة الإمارات ما قرأته على حضراتكم. أنا أعتقد أن ما بين السطور بيقول أن التوافق المصري الإماراتي يعني ربنا يديمه، وخلونا نسمع من وزير الخارجية الإماراتي قال إيه. الأصوات التي تنادي اليوم للقتل وسفك الدماء وإحلال ثروات الناس نراها في لندن وفي ألمانيا وفي إسبانيا وفي إيطاليا وفي بعض الدول الأخرى
التي قد يتحس البعض أني أسميها أو لم أسميها. أضيف شيئا إخوان، أنا متأكد بل أجزم أن سنرى متطرفين وإرهابيين يخرجون من أوروبا أكثر مما نراه اليوم في العالم العربي. أعطيكم رقم واحد فقط، رقم واحد، 60% من المنضوين إلى داعش اليوم الذين يأتون من دولة أوروبية لن أسميها هم متحولين إلى الإسلام. ماذا يعني ذلك؟ هؤلاء ما عندهم فكر كافي عن الإسلام، ما عندهم نهج واسع عن ديننا. هؤلاء تم استغلالهم من قبل قل حرص هذه الدولة على مواطنيها، إن كان في أماكن عامة أو غير عامة أو في سجون أو قل ثقافة أو trying to be على قولة الإنجليز politically correct. وفي نهاية الأمر من ملام؟ المسلم العربي. طيب خلونا نروح لضيفنا العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ أسامة الدليل علشان نحط قدامه كل هذه المتغيرات اللي احنا وصفناها بأن هي خطيرة تقيلة وبتفكرنا بمكاسب الدولة الفائزة الولايات المتحدة في العام 45، فماذا عن اللحظة الآن بعد الفاصل؟